ممكن أن تكون أحسن وأفضل، ولكن يجرب. أنصار شباب بلوزداد اليوم من أجل الدفع بالفريق إلى تحقيق أول فوز في رابطة الأبطال. أنصار شباب بلوزداد يدفعون بالفريق إلى تحقيق النتيجة المطلوبة والمرغوبة اليوم. أنصار روح الملاعب، لا يمكن أن تكون الملاعب جميلة إلا بالأنصار. قلت في أمسية حيث الأجواء باردة هائلة، ولكن ستكون ساخنة بأهازيج الجمهور. تريد مقابل لا شيء. أجواء كبيرة الآن فوق مدرجات ملعب 5 جويلية. أنصار شباب بلوزداد، هذه اللحظات التاريخية لفريق شباب بلوزداد وأنصاره. أجواء أرجنتينية. زين الدين زيدان قيل له ما هي أسوأ مباراة في حياتك الكروية، فقال عندما لعبت مع جيفنتوس أمام روما بدون جمهور. وجد مزيان في الاستلام والاستقبال، وبلمسة واحدة في شباك الحارس ميتاشا كان ذلك الهدف الثاني لشباب بلوزداد. الذي يحاول أن يبدأ جانب شباب بلوزداد يعني انخفض. انصار شباب بلوزداد فوق المدرجات يصنعون الفرجة سعداء بالنتيجة المسجلة قبل دقيقتين وأقل من ذلك على نهاية المباراة.